أهلا ومرحبا بكم طلابي طلاب الصف الحادي عشر لمادة اللغة العربية. طلابي، في هذا الأسبوع سيكون لنا لقاء مع عدة موضوعات، لعل من أهم هذه الموضوعات للقائنا خلال هذا الأسبوع الحديث عن مادة القواعد جمع المذكر السالم. وفي مادة جمع المذكر السالم طلابي، لابد لنا من التعرف على جمع المذكر السالم، وتعريفه هو ما دل على أكثر من اثنين وذلك بزيادة في آخره، وهو يكون عادة زيادة واو ونون في حالة الرفع، وحالتي النصب والجر تكون بزيادة الياء. لذلك كما هو موضح أمامنا في الأمثلة نقول: وصل المسافرون، وصل فعل ماض مبني على الفتح، والمسافرون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. واستقبلت المسافرين، استقبل فعل ماضي والتاء ضمير متصل، والمسافرين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. وسلمت على المسافرين، سلمت فعل ماضي مبني على السكون والتاء فاعل، وعلى حرف جر، والمسافرين اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم. هذا طلابي بالنسبة للحديث عن المادة الأولى. أيضا سيكون لنا حديث عن الكتابة التحليلية للمقالة التعبيرية في التي تتحدث عن فيلم أريد حلا، كما أنه سيكون لنا حديث طلابي عن طبيعة حل السؤال الثالث من الورقة الأولى للبيبر 1. وعندما نتحدث عن المقالة التحليلية طلابي، أنت يجب عليك في هذا السؤال أن تكتب من 300 إلى 400 كلمة، مراعيا فيها الخط، مراعيا فيها الأسلوب، مراعيا فيها اللغة، مراعيا فيها الأفكار، ومراعيا فيها عدد الكلمات، مراعيا فيها استخدام علامات الترقيم، مراعيا فيها شكل المقال إلى آخره من الموضوعات، وهي دائما نرفقها لك في سؤال كتابة المقالة التحليلية عن فيلم أو عن رواية، سواء في التراجيديا أو في الكوميديا أو في الأدب. كذلك طلابي، نذكركم بأنه سيكون هناك اختبار قصير في المادة التي تم أخذها خلال الأسابيع الماضية وخلال هذا الأسبوع، يجب عليك مراجعتها ودراستها جيدا، وعند أي سؤال عليك بمراجعتي. هذا طلابي مجمل الحديث عن موضوعنا في هذا الأسبوع. دمتم برعاية الله وحفظه.